الوباء الناتج عن تفشي فيروس كورونا يواصل الفتك بالعالم، فقد تجاوز عدد المصابين حاجز المليون في 188 بلداً، مستوى قد يكون مخيفاً، لكن نسبة المتعافين تشكل نقطة مضيئة وسط العتمة، فمن أصل مليون مصاب شفي حوالي 212,000، فيما لم يتجاوز عدد الوفيات حدود 53,000 في جميع أنحاء العالم. وبينما يكاد يتوقف العداد في الصين التي بدأ منها الوباء، قفزت ثلاث دول نحو المقدمة في عدد الإصابات والوفيات هي الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا. توضح إحصائيات الوفيات أن إيطاليا سجلت حوالي 14,000 وفاة متبوعة بإسبانيا التي تجاوزت 10,000 وفاة. أما الولايات المتحدة فسجلت أكثر من 1260 وفاة جديدة، وهو أعلى معدل يومي للوفيات في كل أنحاء العالم منذ بدء الوباء، لتبلغ الوفيات عتبة 6,000 من أصل أكثر من 243,000 إصابة، فيما سجلت فرنسا أكثر من 5,000 وفاة. ولا تعكس الإحصائيات كامل حصيلة الإصابات، لأن عدداً من الدول لا تفحص إلا من يدخلون المستشفيات. ولمواجهة هذا الوباء وافق البنك الدولي على تخصيص 1,900,000,000,000 دولار لدعم 25 دولة، وجاء هذا التمويل ضمن محاولات المؤسسات الدولية للتغلب على تداعيات الوباء التي باتت تهدد الاقتصاد العالمي.